الفن وراي العقل، ماي الأبعاد المكانية، نفي البعد الخامس. بأن تدعني مقابل أن أخبرك عنها. كيك 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 كيك. وبعدها سوف نذهب إلى الشلال كي نغادر إلى كوكبنا كوكب الزمرد. في هذا الكون يحيط بنا نار ودخان، من شر العقبل يحمله غزو العدوان. أفكار غزر قاتل، نار من حسق هوابل، لا دفء فيها ولا منجات وليس أمان. في هذا الكون يحيط بنا نار ودخان، من شر العقبل يحمله غزو العدوان. أفكار غزر قاتل، نار من حدث هوابل، لا دفء فيها ولا منجاة وليس أمان. دراغون 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 دراغون. فلتقدم لا تيأس، وزرع الكوكب زائد من طاقة روحك كالقلع، ولأجل بلادها قاتل. فلتقدم لا تيأس، فصراع الكوكب زائل، من طاقة روحك كالقلع، ولأجل بلادك قاتل. يك 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 يك. ضع حراسة مشددة على هذه البوابة، لأن الأوغاد سوف يأتون من هنا لابد. هذا المكان الوحيد الذي يستطيعون الاتيان منه. وأرسل حراسك ليجلبوا أمهر الأطباء، فإني جريح. يك 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 يك. من أنت لتلقي أوامرك علينا أيتها الحشرة المهزومة؟ كان عليك الذهاب فورا إلى حاكم المجرة، لأنه سوف يصنع منك لحما مفروما ويطعمك لكلابه بعد خسارتك وفقداننا لكوكب المرجان بسبب ضعفك أيها الدافئ. كيك كيك كيك. يبدو أنك قد نسيت مكانتك. كيف تخاطب حارسا ملكيا بهذه الطريقة أيها الوغد؟ أنا أعلم طريقي، وسوف أذهب إلى سيدي حاكم المجرة، ولكن بعد أن أتعافى. ولكن جئت لأنبئكم كي تعرفون كيف تتصرفون. والآن أحضر الأطباء فورا. أنا لم أنسى قيمة الحارس الملكي، ولكن من قال لك أنك لازلت حارسا ملكيا؟ أنت الذي نسيت القوانين. بعد أن هزمت، حتى الحشرة ستكون لها قيمة أكبر من قيمتك. وبالنسبة للبوابة الحلزونية، بعد فشلكم الذريع في كوكب المرجان، أخذت احتياطاتنا وما زلنا نراقب البوابات الحلزونية، ولن يستطيع أحد المرور إلى هنا إلا مقتولا دون أن تكلف نفسك وتخبرنا بهذا. سوف نعالجك ونرسلك إلى حاكم المجرة كي تنال عقابك هناك. هل استعدت عافيتك يا جاكوار؟ يجب أن تستعيدها بسرعة وتتدرب كي تصبح أقوى، لأننا غدا سوف نغادر إلى كوكب الزمرد. يجب أن تصبح قويا، لأن دراغون قد أصبح قويا جدا وقد تخطاك بعدة مراحل. كيف تستطيع اللحاق به؟ يجب أن تهتم بنفسك أكثر، وخاصة بأنك أصبحت تمتلك سيفا ملكيا. يجب أن تكون على قدر هذه المسؤولية. هيا استعد عافيتك وتدرب جيدا كي تلحق بدراغون وتصبح مثله. معلمي، هل تريدني أن أصبح مثله؟ هذا يعني أنك تريد أنني أصبح أحمقا مثله. أنا لا أريد أن أصبح أحمقا مثل هذا الوغد. سوف أكون شخصا مميزا دون أن أشبهه. هل أنتم جاهزون الآن؟ سوف ننطلق إلى كوكب الزمرد. سوف نفاجئهم، لأنهم لابد أنهم ينتظروننا عند البوابات الحلزونية.
إلا أننا سوف ننتقل بطريقة النقل المكاني. سوف أنقلكم نقلا مكانيا آنيا إلى كوكب الزمرد دون المرور بالبوابات الحلزونية. استعدوا. جيد جيد، وتلقي علينا الأوامر أيها التافه. لا تنسى أنني هنا قائد الثورة كلها، لا تملي أوامرك علي. إلا أنه يا ابن أختي، كيف تستطيع أن تلقننا إلى كوكب الزمرد؟ حسب معلوماتي لن تستطيع نقلنا نقلا مكانيا إلى أي مكان إلا إذا كنت قد رأيت هذا المكان من قبل، وأنت لم ترى كوكب الزمرد، كيف ستستطيع نقلنا؟ فن مايا العقل، مايا الأبعاد المكانية، البعد الخامس، الانتقال الآني. ماذا؟ لم يتغير شيء أيها الوغد. قلت لك لن تستطيع نقلنا لأنك لم ترى كوكب الزمرد من قبل. لا يوجد لدينا فرصة إلا عبر البوابة الحلزونية. كعادتك أنت دائما متسرع يا خالي. ومن قال لك أنني قد فشلت؟ نحن الآن على كوكب الزمرد، لقد قمت بنقل هذا المكان كله، الشلال وحتى بداية البوابة، إلى مكانه الأصلي عندما كان في القصر الملكي. نحن الآن أسفل القصر الملكي، ولكن دون أن يستطيعون رؤيتنا لأننا مخبؤون بتقنية النقل المكاني. الآن نحن كما كانت أمي تحت القصر موجود هذا المكان، لقد عدته واستطعت رؤيته لأنني قد رأيت هذا المكان في ذاكرة والدي مورغان عندما تذكر الموقف عندما نقلتنا أمي أول مرة. والآن سوف ننتقل إلى خارج هذا المكان، إلى السطح طبعا، إلى المكان الذي جرت فيه معركة ملحمة أسطورة الحاكم. ذلك المكان أيضا قد رأيته، لأنني قد رأيته في مخيمة ذلك الوغد يونيفرس. معلمي أنت سوف تبقى هنا، ونحن سوف نخرج للسطح لنستطلع الأمر، ثم سوف نعود إليك بطريقة النقل الآني. هيا استعدوا، سوف نذهب. فن مايا العقل، مايا الأبعاد المكانية، الانتقال الآني. ما هذا المكان؟ درج أيها الوغد، ألم تقل لي بأنك سوف تنقلنا للسطح؟ يجب أن نكون قريبين من القصر الملكي، ولكن لا أرى سوى صحراء. هذه المنطقة مفروض أن تكون كلها خضراء، أصلا كوكب الزمرد كله مرج خضراء وغابات، ولا توجد بها صحارى أبدا. من أين أتيت بهذا المكان؟ لا أعلم، مستحيل، أنا نقلتكم إلى ذات المكان الذي جرت فيه المعركة، ولكن بالفعل كانت مرج خضراء، لم أرى هكذا صحراء. نسأل ذلك الرجل. أيها العم، أيها العم، ما اسم هذا المكان؟ من أين ظهرتم أنتم؟ لم أراكم قبل قليل، من أين أتيتم؟ هل أنتم غرباء عن هذا المكان؟ ألا تعلمون أين أنتم؟ أنتم في مدينة الرماد. ماذا؟ مدينة الرماد؟ أيها الوغد دراغون، في كل كوكب الزمرد لا يوجد مدينة اسمها مدينة الرماد. من أين أتيت بهذه المدينة؟ هذه المفروض أن تكون هي العاصمة الزمرد الخضراء وليست مدينة الرماد. ماذا؟ الزمرد الخضراء؟ لم يعد أحد ينادينا بهذا الاسم، وكأنكم قد أتيتم من الماضي. ولكن ألست أنت جاك وولف؟ انظر يا دراغون، هل ترى كم هو خالك مشهور؟ نعم نعم، أنا الأمير جاك وولف، ولكن من أنت؟ وكيف علمت من أنا؟ ماذا؟ وكيف نسيتني؟ إن كنت أنت نسيتني لابد أن جسدك لم ينساني. هذا الجسد كم تلقى مني لكمات وضربات أيها الوغد؟ أنا المعلم، ألم تذكرني؟ لا وقت لدي لأخبركم عن ماذا جرى، يجب أن نذهب من هنا الآن ونختبئ، لأنه الكل يبحث عنكم. لقد سمعنا ما حدث في كوكب المرجان، وسمعنا أنكم ما زلتم على قيد الحياة، وكنا فرحين بهذا. ولكن قبل أن نذهب، أين هو؟
دعني أراه. أيهما ابن الأميرة كريستينا؟ لابد أنه هذا، إنه يشبهها كثيراً.